اهلا وسهلا متتبعي كويزين سارة ديزاد، نعتذر عن الغياب. اليوم جيتكم بواحد الوصفة يعني على بالي راح تحتاجوها كامل، سورتو في فصل الشتاء، اللي هي كسرة تاع البطاطا. يعني هذه الكسرة قبائلية، بنتها تحفة، جربوها ما راحش تندموا عليها، على بالي تعجبكم بزاف. اول حاجة نبداو بها هي البطاطا. عندنا هنا زوج حبات بطاطا كبار، غسلتهم قطعتهم كاريات هكا كبار، نحطوهم يفوروا بدون اي اضافات. كيفوروا تشوفوا واش راح نزيدوا لهم. بعد ما حطينا البطاطا ديالنا تفور، نجوزو المقادير تاع العجينه. بالنسبه للمقادير واش عندي؟ عندنا زوج كيلات سميد رطب اللي نديرو به المحاجب، سميد الفين هذا ماشي المويه، سميد الرطب. عندنا زوج كيلات، عندنا نص كيله فرينه، عندنا نص كاس زيت الزيتون، تنجمو تعوضوه بزيت سونغو. عندنا هنا ندني لكم باش تشوفوا، عندنا هنا الملح حسب الذوق، عندنا هنا مغرفه تاع اكل السكر، عندنا مغرفه عفوا تاع اكل خميره، حبيبات خميره تاع الخبز، وعندنا زوج مغارف لحظه كيما تنجمو تستغناو عليهم، طموها بالحليب ولا طموها بالماء عادي. يعني كي تضيفوا هاد زوج مغارف تاع لحظه راح تطيب لكم الكسره تاعكم حمراء وتجي بنينه بالبزاف. واللي ماشي متوفر عندها حليب البودره اي حليب الغبره تنجم تستغنى عليهم وتطم بالماء عادي ولا طم بالحليب. وعندنا الماء دافي، دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها هي نغربلو الفرينه ديالنا مع السميد. نبداو بسم الله على بركه الله، لازم غربلو السميد والفرينه باش تحصلوا على نتيجه مليحه، واذا كانت فيهم شوائب ولا خيوط ولا يعني تتخلصوا منهم تجي حشتكم بخوخ وشابه. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا بعد ما غربلنا الفرينه مع السميد نجوزو نخلطو النواشف هكذا مع بعض، من بعد نضيفو زيت الزيتون ونبسوها. بالنسبه لزيت الزيتون قلت لكم تنجموا تعوضوه بزيت سونغو، بزيت الزيتون راح تجيكم بنينه قبل بزاف. نبداو هكذا بسم الله على بركه الله ونبسو كل شيء مع بعض. هنا بعد ما بسسنا السميد تاعنا كامل مع الفرينه وبقيه المكونات نجوزو نضيفو الماء تدريجيا. ما تجريوش بزاف العجينه تاعكم، علاش؟ باسكو كي نبداو نضيفو فيها البطاطا راح تزيد تطرى، دونك هنا روحو مع الماء بالعقل. نعاود نذكركم باللي هاد الكسره قبائليه، يعني يديروها ناس القبائل كسوا بجايه ولا تيزي، بزاف بزاف بنينه، يعني الذوق تاعها رائع. تنجمو ترافقوها مع لي سوب، تنجمو ديروها للكوتي تاع الدراري، يعني ترافقوها مع اي شيء، سورتو اللي الصباح يحبوا يبعثوا مع ولادهم. حاجة صحية، أولا سهلة، ثانيا صحية، والبنة تاعها جربوها ودعيوا لي هكذا حتى نتحصلوا على عجينة شوية متماسكة، ماشي طرية بزاف وماشي يابسة بزاف. دوك تشوفوا القوام ديالها. هنا بعد ما طميتها نجوزو نعجنوها بهذا الشكل هكذا كيما نديرو الكسرة العادية هكذا، شوية واحد 2 مينوت 3 مينوت لا ماكسيموم، ونحطوها نغطوها بفيلم أليمونتيغ، نزيدو الطرشون ونخلوها دو كوتي اون اتوندون طيبنا البطاطا تاعنا هكذا. هاديك بالخف تنطملكم، شوفوا البنات هاديك انطملت. نشكلوها اون بول، نستناو نحكو السميد تاعنا هذا العجين من يدينا. ديك شوفوا القوام ديالها، ما حبيتش نحبس لكم المقطع باش تشوفوا يعني كيفاش نواسيلها وكيفاش نجملها. نجيبو هنا قلت لكم فيلم اليمونتير هكذا بهذا الشكل، نغطيوها ونزيدو لها طرشون، ونعاود نذكركم اني لازم نستنى البطاطا طيب باش نكملوا بقيه الوصفه. هكذا غطوها كامل كما قلت لكم، نزيدو لها طرشون ونحطوها هكذا دو كوتي اون اتوندون طيب لنا البطاطا ديالنا. هنا بعد ما طابت البطاطا نجوزو نضيفو لها ملعقه تاع اكل لا مارغارين بهذا الشكل، ونزيدو عليها ملعقه تاع جبن. اذا كان عندكم الجبن بورسيون تاع الحبات ضيفوا عليها 3 حبات حتى 4، راح تمد لكم بنا ولا اروع. هذه الاضافه تاع الجبن من يعني من اختياري انا، تنجمو تستغناو عليها.
وندوزو نمرسوها. لازم تكون سخونه، علاش؟ باش كيما نقولوا حنا تتمرس بالخف. فوالا، يعني كي تواسيوها تجيكم سهله. كملوا هكا بهذا الشكل. هنا لو كان تلاحظوا البنات ما ضفت لهاش الملح، علاش؟ باسكو لاباط درنا فيها الملح، والبطاطا درنا فيها الجبن، باش هنا كيما نقولوا حنا ما تجيش مالحه، تجي في العبار. ما ضفت لها لا ملح لا والو. درنا مغرفه تاع لا مارغارين، زوج حبات بطاطا كبار، درنا مغرفه تاع اكل مارغارين، ولا عندكم زبده ضيفوا الزبده. وضفت انا الجبن هذا من اختياري، هما في الوصفه الاصليه ما يديروش الجبن، يعني اون كيشوفوني القبيليات ولا ما يقولوش يعني الوصفه خالفتيها. انا كي ضفت لها الجبن عطاتني بنه ما شاء الله. هاي ديك النتيجه اللي تحصلنا عليها. دوك نخلوها تبرد، لازم تولي تياد باش ندخلوها في لاباط. هنا نمسحوا البلون دو طرافاي تاعنا، اشاك فوا تكونوا راح تخدموا فيه امسحوا بيان، ونجيبوا لاباط باش نبداو نضيفوا لها البطاطا اللي كنا مرسناها مع بعض. العجينه ديالي هاي ليك، شوفوا كيفاش ولات. هنا نبدا نحكم البطاطا بالعقل ونبداو نضيفوا لها هكذا، شوفوا، وانتم تدخلوا في البطاطا ديالكم بهذا الشكل حتى تكملوا كامل الكميه اللي درتوها، اللي هي زوج حبات بطاطا كبار. الغرفيه اللي استعملناها شفتوها تاع الشربه المتوسطه، ماشي الكبيره وماشي الصغيره كاع. شوفوا خدموا هكذا، قلت لكم اشاك فوا ضيفوا كميه ودخلوا البطاطا تاعكم في لاباط كيما راكم تلاحظوا. هاد الكسره تاع البطاطا البنات نقولها لكم بوغ ميل فوا، عاودوها، رافقوها مع اي شيء، ميم مع قهوه حليب، يعني ديروا لهم شويه كميه تاع الجبن واعطوا لهم يستقهوا بها، يعني صحيه بنينه خير من هاد لي غاطو اللي انا نشريو فيهم من برا، يعني على بالنا باللي ماشي صحيين، بصح بهذه الطريقه هي سهله وبنينه وتقعد طريه مده طويله. نكمل هكا حتى نكملوا كامل الكميه اللي درناها. هنا بعد ما درنا الكميه تاع البطاطا كامل، هاي ديك النتيجه اللي تحصلنا عليها، جيت لاصق في اليد. هنا نستعينوا بشويه زيت زيتون ولا زيت سونغو، هذا الشيء اختياري. ندهنوها هكذا باش يعني تجينا سهله في العمل. شوفوا البنات من فات تشرب البطاطا كامل، يعني خلاص راح تجيكم سهله في العمل. هنا جبت سنيوه درت فيها سميد رطب كيما راكم تلاحظوا. هنا نشكلوا خبزه على حجم الطاجين ديالنا، كل سيده وكيفاه، كاين اللي الطاجين تاعها كبير كاين اللي صغير، دونك حنا استعملوا الطاجين ديالكم اللي مالفين طيبوا به، طيبوا فيه عفوا، واستعملوا وشكلوا عفوا وشكلوا الخبزات على حسابه. هاي ليك شوفوا هكذا، ونحطها في السميد بهذا الشكل. نكملهم كامل بهذه الطريقه. هنا بعد ما شكلت الخبزات تاعي تحصلت على 4 خبزات بهذا الحجم، قلت لكم على حجم الطاجين اللي يكون متوفر عندكم في البيت ومالفين عفوا طيبوا فيه. نرمدوهم كامل بهذا الشكل. هذه الخبزه الاولى اللي راح نبداو بها، يعني هذه الكسره ماشي تريح مباشره طيب، شوفوا شحال طريه ما شاء الله. نرمدهم كامل بهذه الطريقه ونحطوهم ديكوتي ونبداو نطيبوا بالخبزه حتى نكملوا كامل الكميه ديالنا هكذا. دائما الاستعانه بالدقيق ولا بالسميد الرطب، انا استعملت سميد رطب هكذا. نغطوهم بهذا الشكل، نحطوهم ديكوتي ونجوزو نبداو قلت لكم بالخبزه الاولى. هنا دائما نستعينوا بالسميد نرشوا باش ما تلصقناش هكذا، ونبداو نحلوا فيها. شوفوا يعني صراحه سهله بزاف في الحلان، ما راحش كيما نقولوا حنا تعذبكم. اون فوا تبداو تخبزوا فيها تمد لكم الطوق كيما راكم تلاحظوا، وحلوها بهذا الشكل تكون مدوره. اون فوا تحلوها كامل يعني جوزوا عليها الحلال باش تنحيوا لاطراس تاع الصباعتين تاعكم، وتجيكم الكسره تاعكم كامل وجه واحد وتجي شابه هكذا. لازم تكون كامل، يعني كيما نقولوا حنا نفتحوها كامل مسويه، ماشي جهه خشينه وجهه رقيقه، تكون على سمك 5 مليمتر، ما ترقوهاش بزاف، وديروا حساب باللي فيها الخميره هكذا. هاي ليك شوفوا كيفاش حليتها. نجيبوا الحلال ونديروا لها هكذا حاجه خفيفه برك قلت لكم باش نحيوا لاطراس تاع الصباعتين. انا في الوقت اللي بديت نحلها درت الطاجين ديالي يسخن، دوك نرفدوها على بركه الله ندوها للطاجين ديالنا. هنا نرفدوها ندوها للطاجين. المبتدئات اللي ما يقدروش يقدروا يخدموا بالبابي كويسون،
شوفوا هنا البنات انا ديناها نسويوها هكذا يعني كامل باش تجينا مدوره. نجيبوا الفرشيطه نتقبوها كامل يعني باش ما تنفخليش. شوفوا كيفاش جات مدوره يعني على داره الطاجين ديالي. هنا نتقبوها بسم الله على بركه الله. نديروا لها ثقوب هكذا عشوائي، واشك فوا كي نكونوا نطيبوا فيها نبداو ندوروها هكا باش تاخذ لنا وتش واحد. من بعد نقلبوها ونطيبوها من الجهتين هكذا. هنا شوفوا البنات كي قلبتها قلت لكم اشك فوا يعني دوروها هكذا باش تاخذ وتش واحد كما راكم تلاحظوا. شوفوا طابت حميره ما شاء الله. بالنسبه للتحمر يعني كل عائله كيفاش يحبوا، كاين اللي يحبوها في الدوغي، كاين اللي يحبوا خبزهم شي ابيض، حنا يحبوا الخبز تاعهم شويه احمر. دوك نكملهم كامل بهذه الطريقه يعني نطيبهم في لي دو كوتي بنفس الحموريه على حسب واش يحبوا هنا في الدار، وتشوفوها بحول الله تعالى بعد ما طيب. هنا بعد ما طابت الكسره ديالنا تاع البطاطا نجوزو نقطعوها هنا مع بعض قبل ما نحطوها في الطبق. وتشوفوني انا يعني باش نرافقها كي نديرها يعني للعشاء ولا للفطور. شوفوا شحال تجي طريه بنتها، ريحتها كي كانت تطيب مخالفه البنات كيما نقولوا حنا عبقت الدنيا كامل. شوفوا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. شوفوا القوام تاعها البنات، بنتها نقول لكم شهيدكم في الجنه البنات. جربوها ما راحش تندموا عليها. هنا نحطها في الطبق وتشوفوني باش راح نرافقها النهار اليوم. هنا بعد ما قطعت الكسره ديالي قدمتها بهذه الطريقه راح نرافقوها اليوم بزيت الزيتون. اذا كان عندكم زيتون اسود مرقد في الدار ولا يعني ترافقوها بالشيء اللي يكون موجود في البيت ولا جبن صنع منزلي هكا راح يعني كيما نقولوا حنا تهناو من العشاء وديروا حاجه صحيه حاجه خفيفه مليحه للصومه. وبنتها روعه البنات، نقول لكم جربوها ما راحش تندموا عليها. هما يديروا هكذا يعني يغبسوا وياكلوا ما شاء الله يعني تجي فيها واحد البنه باسكو انا دقت يعني بنه مخالفه. نقول لكم جربوها ما راحش تندموا عليها. واللي شاف قناتي اول مره يبارطاجي لي فيديو مع الاحباب والاصدقاء، يدير لي جيم ابوني ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونقول لكم تهلاو في روحتكم الوصفه المجيه. سلام سلام.